من ساعة ما نتيجة الثانوية ظهرت في مصر وتليفوني مليان إشعارات، بس محتواهم كلهم واحد: يا دكتور أنا حلمي ضاع، كان نفسي أدخل كلية طب، أو نفسي أدخل هندسة، يا ريت أقدر أعيد الثانوية مرة تانية، وهل ممكن يكون ليا فرصة في مكان تاني؟ فأنا عملت الفيديو ده عشان أقولك بإن ده مش نهاية المطاف. لو ما كانش ليك فرصة بإنك تتعلم الحاجة اللي بتحبها في مصر، فممكن تتعلمها بره. وفي الفيديو ده هنتكلم عن دولة عليها إقبال كتير في الأيام الحالية من المصريين، فيلا بينا. ومساء الخير اصدقائي، مساء الخير متابعين قناه دكتور هيرو، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مخصص لطلاب الثانويه العامه اللي زعلانين بان هم ما لحقوش الكليات اللي نفسهم فيها. انا عارف قد ايه انتوا تعبتوا واجتهدتوا، كان نفسكم تبقوا في مكان للاسف ضاع من ايديكم او ما عرفتوش توصلوا له، ولكن عايز ابشرك بان في اماكن كتير هتستقبلكم ان شاء الله وتتعلموا الحاجه اللي نفسكم تتعلموها. والنهارده جايين نتكلم على واحده من الدول اللي عليها اقبال من المصريين في الايام الحاليه، وهي السودان. ناس كتير في الفتره الحاليه وخاصه في السنتين اللي فاتوا بداوا يسافروا للسودان ويتعلموا هناك، سواء طب او كليات تانية. فخلينا ندخل في الجد على طول ونتكلم عن مميزات وعيوب الدراسه في السودان، وهنا بتكلم على الدراسه في الجامعه بالتحديد. ايه هي مميزات الدراسه في السودان؟ وعشان ما بقاش بضحك عليك، الميزة الأهم هي معدلات القبول. في السودان ممكن تلتحق بكلية طب من مجموع 80% من الثانوية المصرية، ولو بتفكر في طب أسنان، صيدلة أو علاج طبيعي معاك لعند 70%، ودي الصراحة هي الميزة الأخطر واللي الناس بتدور عليها. الميزة التانية وهي الاتفاقية اللي ما بين المجلس الأعلى للجامعات في مصر وفي السودان، بحيث تكون الجامعات المعترف بيها في السودان معترف بيها في مصر برضه، وكذلك العكس. يعني لو طالب مصري راح يدرس في السودان في جامعة معترف بها في السودان، فخلاص كده هو معترف به في مصر، ولو طالب سوداني جه يدرس في مصر في الجامعة اللي معترف بها في مصر، فهو برضه معترف به في السودان. يعني انتوا تدلعوا عيالنا واحنا ندلع عيالكم. فدي تاني ميزة، وهو ان الجامعات هناك معترف بيها على مستوى الدول العربية وعلى مستوى العالم. ركز وركزي معايا في الميزة التالتة عشان هتهم والدك جدا. التكاليف في السودان اقل بكتير من التكاليف اللي في مصر. بنتكلم على لو انت هتدرس في مصر في جامعة خاصة طب بشري مثلا، فغالبا هتدفع في السنة من 150,000 جنيه ل 200,000 جنيه، ولكن المبالغ في السودان ممكن تبقى التلت لعند نص المبلغ اللي هيدفع في مصر. وحتى لو انت قادر انك تدفع المبلغ ده في مصر في الجامعات الخاصة، فهتلاقي بان الايام الحالية الجامعات تقريبا خلاص خلصت المقاعد اللي عندها، كل الملفات بقت بتتسحب من الجامعات الخاصة، وما عادش حد لاقي مكان له في جامعة خاصة من قبل التنسيق اصلا. فالميزة الثالثة هو فرق التكاليف. وعشان انا ما سافرتش السودان قبل كده ومعرفش ايه المميزات والعيوب الفعلية اللي موجودة هناك او الدراسة هناك عاملة ازاي، قررت ان انا اروح اسأل حد مختص، واحنا دايما بندي العيش لخبازه. فانا ان شاء الله هروح لمكتب من المكاتب اللي بتسجل الطلاب المصريين في السودان، واشوف الدنيا معاهم ماشية ازاي، واشوف ايه المميزات وايه العيوب، وبرضه ايه الخدمات اللي ممكن يقدموها. فيلا بينا نروح نشوف شركة منهم، واللي هي شركة ايجو. مستر علي، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ ربنا شرفتنا. ربنا يخليك. شرفتنا جدا ان حضرتك تبقى معانا هنا والله. ربنا يكرمك. عايز اسال حضرتك، ايه اللي خلى الطلاب في السنوات الاخيره تتجه لدراسه الجامعه في السودان؟ طبعا في اسباب كتير جدا للموضوع ده. اولا طبعا دي دوله عربيه، فيعني شبيهه لينا، فالطالب لما بيسافر هناك ما بيحسش بغربه، يعني بيحس كانه هو في مصر بسبب الطبيعه الثقافيه وكل حاجه يعني. ثانيا طبعا التكاليف مختلفه جدا عن مصر هنا، يعني بتفرق كتير جدا، يعني اقل من 50% ممكن ندرس طب في السودان، فدي حاجه كويسه جدا لان انت عارف الظروف الاقتصاديه بالنسبه للشعب المصري. طبعا ثالثا هناك الشهاده اللي بيحصل عليها اصلا معتمده جدا في اي حته، يعني في جامعات هناك مصنفه عالميا، والناس ما تعرفوش اصلا التعليم في السودان يعني مستواه عالي جدا كمان في السنين الاخيره، وبقى معتمد في انحاء العالم كله. جميل. طب لو هنتكلم عن التكاليف، حضرتك قلت بان التكاليف فرق جامد عن مصر، فايه تكاليف دراسه حاجه زي كليه الطب مثلا؟ في مصر بنتكلم في السنه في حوالي 150 ل 200 الف جنيه، فبالنسبه للسودان ايه الاخبار؟ بالنسبه للسودان حضرتك ممكن الطالب يدرس طب هناك من اول 3000 دولار. 3000 دولار لو حسبتهم بالمصري مش هيعدوا 60,000 جنيه، لان احنا بنتكلم دلوقتي حاليا في 18.90، مش عارفين بكره بقى. يعني تقريبا اقل من ثلث الفلوس. يعني حاجه فرق شاسع. مع هو طبعا الطالب هنا لما بيجي يحسبها برضه بتكاليفه كسكن واقامه واكل وشرب وكده، بيلاقيها برضه انت في دوله عربيه اولا هناك يعني بامكانيات بسيطه ممكن تعيش. طبعا كل واحد حسب الظروف الاقتصاديه بتاعته وحسب المستوى الاجتماعي اللي هو مقضيه هنا، بس هو لو حسبها هناك طبعا الدنيا كويسه يعني.
كويسة جدا بالنسبة لو حسب التوتال التكاليف كله، فهيلاقي ان هو ايه، ان هو فرق شاسع بقى. طيب ايه الامثلة او الجامعات اللي ممكن الناس بترغب انها تسجل فيها؟ اسماء جامعات في السودان طبعا كتير، زي جامعة قاردن سيتي والنهضة وجامعات كتير جدا يعني. طبعا افريقيا العالمية والخرطوم والجامعات الحكومية دي بتبقى التكلفة بتاعتها عالية، بس اعلى من الخاص. اعلى من الخاص، فعشان كده الناس بتتوجه للخاص، ان هو بيبقى متوسط 3,000 دولار 4,000 دولار، فبيبقى كويس وبنفس الوقت معتمده ومعترف بيها من هنا من المجلس الاعلى للجامعات في مصر وفي اي حته ممكن يشتغل بها في الخليج كده يعني. ايه العقبات اللي ممكن طالب مصري يقابلها في السودان؟ هي العقبات فكره ان الطالب لما بيسافر لوحده بيبقى عنده مثلا صعوبه في ان هو يلاقي سكن، ان هو يعرف يأقلم نفسه، التقديم، ان هو مثلا بيحس ان هو لوحده، فعشان كده لما بيقدم معانا مثلا بيبقى احنا بيبقى دايما حد معاه، دايما حد في ظهره، اي حاجه بيلاقيها خلاص. طب هو راح سكن مش مرتاح له، احنا بسرعه بنعرف نوفر له سكن تاني. طب عرفنا عن ايدو اكتر او عن شركته اكتر، ايه الخدمات اللي بتقدمها وايه الحاجات اللي بتسهلها او العقبات اللي ممكن الطالب يتجنبها ان شاء الله لو سجل معاكم؟ يعني شركة ايجو حضرتك، احنا شركتنا شغالة في الدراسة بالخارج، وخاصة طبعا بنركز على السودان لان السودان كتكاليف اقل، وفي نفس الوقت دولة عربية وجنبينا عدل، جنبينا كويس يعني جنبينا. فاحنا بالنسبة للطالب من اول طالب بيجي بيشرفنا في المكتب، بيتعاقد معانا فبيحفظ حقه، دي اول حاجة. تاني حاجة بأول ما بيسافر هناك طبعا احنا بمجرد ما بنجيب له القبول وبنحجز له وبنساعده، طبعا بنطلع له التأشيرة، بنساعده في حجز الطيران. أول ما بينزل، من مجرد ما بينزل بيلاقي مكتبنا وإدارتنا، لأن أغلبية إدارتنا كلها شغالة هناك في السودان، فبيقابلوه في المطار، بيستقبلوه، طبعا بيوفروا له، طبعا موفرين له السكن، بيروح في السكن، طبعا بنساعده في كل حاجه بتبقى معاه، لو احتاج ان هو حد اهله، طبعا بتبقى في متابعه دوريه برده مع الوالدين في كل حاجه، بان هو وصل واطمن وكده، بنسلمه خط سوداني عشان برده يطمن ويتواصل مع اهله ان هو تمام. في نفس الوقت بيبقى لو احتاج اي حاجه او اي تحويلات او اي حاجه برده بتبقى عن طريقنا، محتاج اي حاجه طول فتره الدراسه هناك بتبقى مكتب ايجو في ظهره. طب لو بنت، هل ده حاجه امان ويبقى اهلها واثقين بان خلاص هي معاكو؟ طبعا امان جدا هناك دلوقتي، في طلبه بنات كتير، طالبات كتير هناك دلوقتي بقوا موجودين في السودان وقاعدين وتأقلموا على الحياه، لان احنا زي ما بنقول دي دوله عربيه شبيهه والشعب السوداني اصلا من اطيب الشعوب في العالم وارقى الشعوب، والله تعامل الناس قمه الطيبه وقمه الادب يعني. طيب قلت لي قبل كده بان ممكن تعملوا تخفيضات او بتجيبوا خصومات للطلاب من الجامعات، فالخصومات دي بتبقى نسبتها قد ايه، وايه الجامعات اللي ممكن توفر حاجه زي كده؟ في جامعات كتير طبعا، انت لما حضرتك بتقدم عن طريق مكتب، المكتب بيبقى ليه تواصل مع الجامعات، فايه الحمد لله يعني، واحنا الحمد لله في ثقه كبيره جدا بالنسبه للجامعات هناك، وتعاملنا معاها الحمد لله كويس يعني، فاصبح ان احنا بنحصل على تخفيضات كويسه جدا يعني، فاي طالب بيقدم من خلالنا بيحصل الحمد لله على تخفيضات كبيره جدا يعني. اخر سؤال عشان ما نبقاش تقلنا عليك، احنا عايزين نعرف المجاميع او النسبه اللي طالب ممكن يقدم من خلالها معاكو عشان يحصل على كليه مثلا زي الكليات العمليه زي طب وطب اسنان وصيدله. بص اولا حضرتك ما تقلتش علينا، احنا شرف كبير جدا لينا ان حضرتك نورتنا والله. ثانيا هي الموضوع يعني مثلا من 80% ممكن الطالب بيحصل على طب بشري، في من حد 70% صيدله واسنان وكده، وممكن اقل من كده يخش علاج طبيعي طبعا، وكليات اللي هي التمريض والعلاج الطبيعي وكده. طب جميل جدا، وان شاء الله الطلاب اللي بيرغبوا في الدراسه في السودان هيتواصلوا مع حضراتكم في المكتب، وان شاء الله تعملوا معاهم الواجب بقى. ان شاء الله اي حد جاي عن طريقك باذن الله من خلال حضرتك يعني هيبقى ليه تعامل خاص جدا في التخفيضات وكل حاجه باذن الله. ربنا يخليك، ما تحرمش منها. شكرا جزيلا، شرفنا بحضرتك جدا يا فندم والله. ربنا يعزك. تسلم. شكرا جزيلا. وبعد ما اتكلمنا مع مستر علي وسالناه عن المميزات اللي شركه ايجو بتقدمها او المميزات والعيوب اللي هناك اصلا سواء معاهم او مع غيرهم، حبيت ان انا اشوف تجربه طالب عاش هناك. السنه اللي فاتت نزلت فيديو بكلم فيها عن الدراسه في السودان، وفي حد من الطلاب شاف الفيديو ده وعجبه الموضوع. كان في طالبه اسمها منى وليها اخت اسمها هبه، الاثنين كانوا في دفعه التابلت، كانت نتائجهم 77% في الثانويه و88، فهم الاثنين ما كانش لهم فرصه بان هم يدخلوا طب بشري في الجامعات الحكوميه في مصر، وهم عايزين يدرسوا طب بشري. شافوا الفيديو بتاعي وتواصلوا مع شركه ايجو وراحوا هناك وبقالهم سنه هناك،
فحاولت ان انا اجيب ارقامهم وتواصلت معاهم مباشر وسالتهم عن تجربتهم هناك في السودان بعد سنه من وصولهم ارض السودان ودراستهم هناك. هم بيدرسوا في جامعه افريقيا، بيدرسوا طب بشري هما الاثنين. الصراحه هم بعتوا لي معلومات كتير جدا عن موضوع السودان وعن عيشتهم خلال السنه دي، ولكن حاولوا للملخص او الحاجات الاساسيه اللي اتكلموا فيها. اول حاجه اتكلموا عليها حسنها هو ساعدتهم بان هم بيدرسوا الحاجه اللي نفسهم يدرسوها من زمان، وحسوا بان الامل رجع لهم مره ثانيه. ولكن سالتهم عن المميزات والعيوب الفعليه في البلد وفي الجامعات. قالوا لي بان التكاليف مش عاليه زي مصر، وكمان تقدر تاخد خصومات اضافيه على التكاليف دي. قالوا لي بان في خصومات الوافدين والمكاتب اللي بتسجل معاها بتعرف تجيب لك خصومات عشان هم ليهم علاقات بالجامعات. قالوا لي ان في خصومات كمان لحافظي القران، ودي حاجه حلوه الصراحه. وقالوا لي ان السودان لغتها مفهومه وميزتها انها قريبه من مصر فيقدروا يروحوا لاهلهم بسهوله. قالوا لي ان الشعب السوداني من اطيب الشعوب اللي ممكن تتعامل معاها، وكمان دحيحه يعني بيحبوا المذاكره وروح المنافسه في الجامعه حلو وعالي. بس منه وهبه بينصحوكوا بان انتوا تدوروا على الجامعات المعترفه دوليا زي ما هم كده في جامعه افريقيا، لان بيفكروا بعد ما يخلصوا طب بان هم يسافروا بره. فلو انتوا بتفكروا تسافروا بره سواء امريكا اوروبا ايا كانوا تشتغلوا هناك خاصه كاطباء، فما تروحوش للجامعات الرخيصه، ما تبصوش على السعر بان هو قليل مقابل ان انتوا تدخلوا جامعه مش معترفه دوليا. فحاولوا تختاروا الجامعه بعنايه، وطبعا المكاتب بتساعدكوا على ده، وبرده مكتب ايدو اللي كنا عندهم النهارده برده بيساعدوكوا على ده. قلت لهم كلموني عن العيوب عشان الناس اللي هتدخل بعدكم تبقى متوقعه. قالت لي في ناس كتير ما بتتاقلمش عشان هي بعيده عن اهلها او غربه بالنسبه لها. قالت لي في ناس بتعاني من ارتفاع درجه حراره لانها بلد حر. قالت لي خدوا بالكم من المكاتب والشركات، وما تروحوش لمكاتب او شركات ما عندكوش ثقه فيهم او تعرفوا حد اتعامل معاهم. قالت لي ان في عيب في جامعات السودان هو ان الجدول الزمني مش واضح، يعني بتلاقي فيه تاخير في النتائج، في تاخير في الامتحانات، فهتتعود على ده. قالت لي بان في حاجات اغلى من مصر بكتير، فعشان كده الافضل ليهم ان هم ياخدوا الحاجات الاساسيه معاهم من مصر زي الرز والسكر والزيت والمكرونه، ياخدوهم معاهم من مصر ويشتروا الحاجات الاضافيه هناك. قالت لي لو حد اشترى الحاجات الاساسيه دي وخدها معاه من مصر ف $200 يكفوه في الشهر، 100 للسكن و100 للاكل للحاجات اللي ما جابهاش معاه من مصر. قالوا لي برضو بان من العيوب ان اهل البلد بيتكلموا مع الوافدين بالدولار، يعني مش بالعمله المحليه، فلازم تبقى ناصح وواعي عشان ما يضحكش عليك، تبقى عارف الاسعار كويس وما يعاملكش كسائح او كوافد، تعامل زي ابن البلد. لما تروح السودان قول لهم انا جاي من طرفي ومحدش هيضحك عليك، اسمع كلام بس. وبكده اكون عرضت لكم تجربه هبه ومنه اللي بقى لهم سنه في السودان، فشكرا لهبه ومنه على تجربتهم ونتمنى لهم التوفيق يا رب ويتخرجوا على خير. انا عارف ان لسه في دماغكم اسئله كتير ممكن ما ابقاش جاوبت عليها في الفيديو، فحسب لكم رابط التواصل مع شركه ايجو على الواتساب في صندوق الوصف وفي اول تعليق، ادخلوا واسالوهم وشوفوا انتوا عايزين تعرفوا ايه، ولو حابين تزوروهم في مكتب القاهره او في مكتب السودان تقدروا تزوروهم هنا او هنا براحتكم، وهم ان شاء الله هيبقوا متعاونين معاكم وهيجاوبوكم على كل اسئلتكم. واخيرا عايز اقول لك بان الفرص كتير، فحاول تدور على الفرصه المناسبه ليك، ودايما الارزاق على الله، فارضى بنصيبك وربنا يكرمك بالحاجه اللي نفسك فيها. ولعند ما اقابلكم تاني ادوا العيش لخبازه. سلام.